مين قادر اليوم يشهد لكلمة الرب لحقيقة الرب؟
بحياته. مش هنطلب منه مياه الدم. نحن بهالرقعة صغيرة بالكنيسة الصغيرة اليوم، بل بهاي صغيرة. كيف أنا قادر أشرح للصليب؟ صليب شو؟ يوم نرصعه ودهبه، هلا بنفتح نحتفل فيه زيته ونرش الطيوب. بس بواقع عمر الحقيقة مين قادر يحمل الصليب بحياته بهاد الشهادة الأرض؟ يكون فعلا مقرب الذات، يقرب كل شيء لأجل علاء كلمة الله في حياته قبل ما يعليها في المجتمع. لأنه إذا كان كذاب حياته ما في يعمل شهادة في المجتمع. ما في يعمل شهادة في المجتمع. فليُنكر نفسه ويتبع. مش بس يتبع. لكن ما وصلنا ننسى هاي الكلمة فليح. ما بدنا نسمع تنكر ذاتك. ايه بدك تنكر ذاتك. انا بدي انكر ذاتي، انكر جسدي، بدي انكر شهواتي. هذا تدريب الصيام. في كثير بيقولوا الصيام اختراع. لا مش اختراع. طيب يعني المسيح بحد ذاته صار. ليش صار؟ شو كان بتفنجر؟ طلع عبادة. كل الأنبياء اللي كانوا مواجهة مع الله وتغاضب ورقب رسائل الناس كانوا في حالة صيام. شو هو الصوم؟ فأسلك الصوم ولا شوفت حالك؟ كل واحد بشوف حاول الصوم أخذ مجد وراح. هذا مجد الأبد. الصوم هو الدرب حواسك. تكون حواس مشتركة مع الله. الصوم هو الدرب جسدك. تكون سير جسدك عم يتألم بسماوي مش متخلي. مش مرتبط يعيش في هذا المرتبط تعيش مع كلمة الله. الصوم هو انك تعالج نفسك انك تكون مع الاخر. انك انت عم تشيل من دمك انت بدك تحط دم الاخر انك تكون شركي مع الاخر. الصوم هو ارتقاء من الارضيات الى السماويات. هذا انكار للذات. هذا تدريب لانكار الذات. طبعا بتبلش انت تطلع لتصير شبه ملاك. لتبلش تقدر أنا بقدر أعيش بالرغال وشد الخمور وشد الدخان والملذات والطيور والمسبات والأفلام وكل شيء. كل شيء ما فيك تعمل كل شيء وتاخذ ما هو كل شيء. قادر أشهد بحياتي. قادر أكون الصليب اللي معلق بالباب. بعطي حدا معلق بالباب. بدنا نفوت نفتح شكيوتنا عباب الباب. مش بس ها جوا جوا مو برا بعدين ما تحطوا برا وتسكروا الباب. صور الدرسية ما عجبك. إذا بنعمل فحص ضمير فوتوا على غرف أولادكم صور مين معلمين. أنا كنت بكرس اليوم. ممثلين ولاعبين الكورة والباسكت وممثلات. هيدا الكريتير. بنقول ليش في طلاق بالمجتمع؟ ما حدا عم يحمل صليب. أنا لاحق هيدا المثل. وهيدا المثل طلاق قدر فشل. بلاش نحكي بقى على شيء ثاني. مين قادر يحمل هيدا الصليب؟ بدنا نحمل اليوم زينين وورق. بعطور الكلمة بدها تهز اليوم. موسى البرية بينزل من الجبل بيلاقي الشعب عم بيعبد عجل. ليش؟ شو صار لكم؟ قليل أكثرت يا موسى فكرنا إنه متت فوق وإنه ما في الله. هذا حقيقي حق واقع اليوم. في الله. ما هو ما حكينا. كان بيحكيك وانت رحت برجع. قال له لو بدي يقوم شو بده يسوع. لو بدي يقوم رئيس الملائكة. يقوم كل الأموات. إذا ما بيصدقوا كل المكتوبة ما حدا بيصدق. بيعمل له رصاص. وقتها بيحرقوه بيحطموه للعجل. والغبار طبعه بيحطه بالماء ويشربه. علم وقت الخطيئة مرة.
قدام خطيئة مرة، خطيئة كنا بنستنس فيها بس ما في مرة رحمناها وحطيناها تحت سنة إلا وتبدأ فينا، وتبدأ فينا بشكل شخصي بنحسها إلى شبرة. والشغلة الثانية كما بدي أحكيها عن موسى في التغيير، ما أطاع الرب أفاع العصيان. يقول يصدد الرب الرب عليه أفاعه سرت الدم يركضوا دخيلك خلصت يا موسى خلصت يا موسى خلصت يا موسى. قال تضل على الرب يا موسى شو بتقول شو بدي اعمل؟ قال له ارفع هيدي الحيه نفسها اللي عم تسبب له الموت، ارفعها على خشبي وكل من ينظر فيها اليها يشفي يشفي. اداه اللعنه والعار هذه كنيسة ولكن المجرمين اليوم يقبلها فقط من يؤمن ومن يريد أن يخلص، مش كلهم طلعوا على الحي، مش كلهم اليوم طلعوا على حقيقة الصلاة. فليغلق نفسه فليشعر للحب فليشهد للخلاص. هيدا الخلاص اللي يكون عبد بولس الرسول هو شكا لليهود وجهالة لليونانيين. لا الفلسفة رح تقبله ولا الدين بده يقبله، أي دين موجود، لأنه ما رح تقبل الناس القوة تموت، لأنه كل الناس تمجد القوة والحروب. اليوم أنا أنطلق في الأحد الثالث انطلق بفرح بعزيمة بفخر انه جدد ايماني، جدد الكلمة بحياتي، جدد حياة الصليب، الصليب الذي لا يموت، الصليب الكلمة المكتوبة في قلبي الذي نقلته امي وابي وجدي وجدتي ووصل الي، الصليب الذي حفظ بالدم، الصليب الذي يبشر بالقيامة، الصليب الذي يعطي عمق الحب، الصليب الذي يعطي بريق أمل نجاة وخلاص لكل إنسان يريد أن يخلص، الصليب الذي ينتصر ويدوس الموت بالذي علق عليه، الصليب الذي كسر سواري بأعماق الموت وبذل بنور يبشر بقيامة لا تنتهي لكل من ينظر ويؤمن